نبتدي باليوم السابع. يلا. أجري يغادر القاهرة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر. هو لسه ما كانش مشي، هو قاعد بيعمل ايه لحد دلوقتي يعني؟ للأسف مدرب، أعتقد أسوأ مدرب في تاريخ الكرة المصرية، أسوأ مدرب في تاريخ منتخب مصر. احنا كده بنحييه وهو ماشي يعني، احنا كده يعني فاهم، احنا ماسكين نفسنا يعني. راجل مش هكون ببالغ لو قلت عليه فاشل يعني، اي حد بيقول عليه فاشل للاسف يعني، هو فعلا مدرب فاشل. اختياراته كلها بتدل على انه مدرب ما يصلحش لمنتخب مصر. طريقه لعبه في الملعب، الشكل الفني بتاع منتخب مصر اللي شفناه معاه بيدل على انه يعني ما عندوش فكره عن الكوره يعني مع منتخب مصر للاسف يعني. فهو خلاص سافر النهارده وجمع كل متعلقاته، وكان سبقه من كام يوم زوجته واولاده، مشوا خلاص راحوا اسبانيا، وهو بيلحق بيهم النهارده بعد ما جمع كل متعلقاته مع 1000 مليون سلامه مستر اجيري. سوبر كوره بالتالي كان في تصريح لمستر اجيري قبل ما يسافر، قال حزين للشكل السيء لمنتخب مصر، وكان نفسي افرح الشعب الطيب. طب هو حزين ليه للشكل السيء؟ ما هو الشكل السيء ده يا جماعه برده ناتج على اللي انت عملته، اختيارات سيئه، طريقه لعب اتغيرت قبل البطوله يعني. انت لما جيت احنا قلنا الراجل ده هيبقى كويس لان عامل طريقه لعب هجوميه، والاجناب بيكملوا وبيلعب بثلاثه في نص الملعب منهم ليبرو في نص الملعب يعني، كان في شكل كده وحسينا ان الراجل ده ايه هيعمل شغل كبير. طب انت غيرت الشكل فجاه ليه قبل البطوله؟ لما نلعب بطريقه ثانيه خالص، مش خالص يعني، يعني بعض الامور اللي اتغيرت شويه في الطريقه واللي ادت للشكل السيء اللي احنا شفناه. طبيعي لازم تحزن لان بصراحه شكلك بقى سيء جدا جدا بعد البطوله دي. بيقول كان نفسي افرح الشعب الطيب ده. بانهي مقومات كنت هتفرح الشعب؟ بانهي مقومات؟ بقايمه ما فيهاش بدله يعني، 11 لعيب ممكن يكونوا كويسين بتبتدي بيهم كل مباراه، لكن ما كانش في بدله ليهم، فطبيعي ان يكون النتيجه كده. نروح ليورو سبورت عربيه.